أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مع برنامجكم عليكم بالعافية. في كل حلقة من برنامجنا بنحاول نوفر وصفات صحية وسهلة للمشاهدين إنهم يتبعوها في البيت في المنزل. اليوم معنا الشيف محمد من شركة كيتا. أهلا وسهلا فيك شيف. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا كلنا. خبرنا عن الوصفة اليوم. الوصفة اليوم معنا سلطة يوناني، هذه المكونات معنا خاص، الفيتا تشيز، كابسيكوم، بصل حلقات، زيتون أسمر، خيار حلقات، وفلفل أخضر ألوان وأصفر اختياري، ومعنا أوريجانو، ومعنا ملح وزيت الزيتون وخل أحمر. هي دي مكونات الصلصة بتاعتنا، ومعنا كمان طماطم. أوكي، نبدأ في تحضير السلطة. بنجيب وعاء كبير نخلط فيه كل المكونات اللي هو خس. الخس اللي احنا انا اخترت خس الوان لانه شكله لطيف وبدي حاجات انطباعات كويسه بالنسبه للسلطات للناس اللي ما بيحبوش السلطات. اكيد الخس عالي بالمي. بالظبط. بعد البصل اللي انا مقطعه حلقات، الخلطه بتاعتي، الكابسيكوم، البصل، عندنا بصلة تقريبا. بالضبط. بالضبط. والفليفلة، فليفلة كاملة صح؟ يا بالضبط. ها تعرف. اوكي، وعندنا اللي هي حبة فليفلة اللي هي الغنية بالمضادات الأكسدة والغنية بالفيتامينات والمعادن اللي بتحمي الجسم او بتوقيها من السرطانات. بالضبط. أنا وكل ما كانت ملونة كل ما كانت احسن، لانه الالوان هاي بتوفر لنا انتي اوكسيدنتس او مضادات أكسدة مختلفة. اوكي، احط كمان شوية فلفل الوان عشان تبقى غنيه كمان بالالوان وغنيه بالخضروات. ده السلطه ديت مبنيه على كده. احط حبتين زيتون صغيرين، 10 حبات ايوه زيتون. وابدا اقلب السلطه ديت مع بعضيها في الوعاء اللي انا عملته. شوف الالوان اتمكست مع بعضيها وبقى شكلها كويس وادتنا جميل الشكل الجمال اللي هو احنا كنا بنتكلم عنه. الطبق مليان بالالوان، في الاخضر، في الاحمر، في الابيض، في الاصفر. انا بحب الالوان في السلطات وبحب اللي هو المنظر يكون منظر جمال. صح. بالظبط. مش بس المنظر، كمان الفيتامينات والمعادن المختلفه. بالظبط. خلطنا السلطات والخضروات مع بعضيها. انا اخترت اللي هو جبت خس ملون، يعني جبت الايسبرج، جبت اللولو روسو، كمان فينا نحط مثلا رومانيا ليتوس، مش شرط يعني. جيد انك حطيت البصل في السلطه لانه مش كل بدي في البصل، البصل كثير مفيد انه هو بيحمي من الامراض ومقوي للمناعه. هنعمل الصوص بتاعنا اللي هو سلو بسيط، معلقتين خل احمر، ونضيف عليهم قليل من زيت الزيتون، 3 معالق عشان ما نزود السعرات الحرارية، مع انه هو مفيد في اللي هي مادة البوليفينول اللي هي مضادة للأكسدة. بالزبط. وبتحمي من الشيخوخة والفيتامين اي، فيها فيتامين اي، فيها كالسيوم كمان. زيت الزيتون اغلبية الناس ما بيعرف انه في كالسيوم اللي هو بيحمي العظم من الهشاشة وبيقويها. بالزبط. هاي اوريجانو. الاوريجانو، قليل من الأوريجانو، وقليل من الفلفل اللي هو الملح بس ما نكتر. ما الملح. الأوريجانو طبعا هي مضادة للأكسدة. بالظبط. يعني ما شاء الله سلطة غنية. بالظبط. بقلب الخليط بتاعي بالشكل ده حتى يتم عملية تجانس أو ترابط، وباخد عصرة ليمون صغيرة بعصره طازة عشان يفضل احتفظ بالقيمة الغذائية بتاعته. والفيتامين سي، يعني إذا في أي حديد بيساعدها على الامتصاص. بالظبط. وقلب تاني الإمكانيات المكونات بشكل كويس حتى يتم عملية الترابط مع تمرين الليمون وبالزيت، ما يتمش عملية الفصل. فأعتبر الصوص بتاعي جاهز. هنجيب الطبق اللي احنا نقدم فيه، هنحط الطبق ده هنا كده عشان الساده المشاهدين يشوفوا الطبق بتاعنا احنا هنعمل فيه ايه. بالظبط. وانا اقلب كده السلطه بتاعتنا كويس، وبنشيل
المكونات بتاعتنا بنحاول نحطها في نص الطبق بشكل كويس، يكون في تناوب مترابط. احنا انتهينا من دي الطماطم بتاعتي، انا احتفظت بالطماطم بنفس الشكل ده كده عشان تضيف شكل كويس للطبق. نحطها كده، بنكمل ونحط الطماطم بتاعتنا بالشكل ده للجرنشه، وفي الاخر بنسيب الجبنه لاخر شيء، ما بنقلبهاش مع الطبق بتاعنا عشان ما تتكسرش. بس الشيف الجبنه لازم تكون لو فات وقليله الملح، على حسب انت بتحب ايه. الجبنه طبعا عاليه هاي في الكالسيوم والفوسفور اللي هو المهم لبناء العظم، فنحاول يعني قد ما فينا نضيف كميه كافيه من الجبن، تقريبا 150 جرام. بنوزع الجبنه في كل مكان في الطبق. فينا كمان نقطع جبنه على هيئه ستيك زي كده. اوكي. فينا نضيف لها صباع جبنه صباعين، نفس الموضوع. وبعدين بنحط الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه. السلطه بشكل عام بتوفر كميه عاليه من الالياف، وهاي الالياف بتشعر الانسان بالشبع لوقت اطول. وبنضيف الزيتون، بنوزع زيتون في الطبق بتاعنا، زيتون اسود. فينا نستعمل زيتون سلايس عادي، لو ما بنحبش الاسود ممكن نضيف الاخضر عادي. انتهينا من الزيتون بتاعنا، وكمان فينا نقدم السلطه بتاعتنا مع الخبز المحمص اللي هو مع زعتر زي كده. ربما مثلاً والسلطة في رمضان كتير اشي مهم، لازم الواحد يتناول نص طبق السلطة لانها عالية بالالياف والسوائل اللي بتمد جسمنا بالسوائل، بالاخص في فترة الصيف الانسان محتاج كمية سوائل اكبر، فهاي الخضروات هي اللي بتحتفظ في السوائل، مش زي شرب العصير العالي بالسعرات الحرارية مقارنة بالسلطة المنخفضة بالسعرات الحرارية وعالية بالفيتامينات والمعادن. طبعا مفيد جدا، وبعدين مليان 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 بالخضره، ما في الفلفل، في الزيتون، في البصل، في الطماطم، في الخس. زي ما حضراتكم عارفين ان الخضار دايما مليان بالفوائد الصحيه للناس اللي هم صايمين فترات طويله 12 ساعه 13 ساعه او اكتر. مفيد جدا او مهم جدا ان انت تبدا الفطور بتاعك بشيء خفيف، اما المعده تبدا تتحرك معاك. بعدين انت كل الطبق الرئيسي بتاعك، وكمان احنا ضفنا له الخبز المحمص في الفرن مع الزعتر، بحيث ان انت لو انت حبيت مثلا حسيت ان انت جعان وممكن تاكل اكتر فتكمل معاه بالخبز، وبيكون طبق كامل متكامل شهي بعد يوم طويل، تقدر تعتمد عليه ان هو يديك طاقه لعندما تصلي التراويح وترجع بعدين بقى مرتاح، جسمك خلاص المعده اتحركت فيك تاكل تاني. ونتمنى يا رب يكون الوصفه بتاعتنا عجبتكم، وان شاء الله نرجع لكم بوصفات احسن واكثر في الحلقات الجايه. هاي الوصفه يا شيف بتوفر لنا تقريبا 150 سعره حراريه و8 جرام بروتين، كميه جيده يعني موجوده في السلطه لانه بسبب وجود الجبنه، وفيها تقريبا 11 جرام دهون، بس طبعا الدهون اللي هي المفيده الموجوده في زيت الزيتون، وعندنا اللي هي الكربوهيدرات تقريبا يعني 7 جرام. 150 جرام سعرات حراريه. 150 يعني شيء لا يذكر، يعتبر انت اكلت بالضبط كميه زي هاي كافيه. اربع حبيات لقيمات بيعطوك نفس السعرات الحراريه ديت، يعني كمان الناس اللي هي اللي عامل دايت في الصيام، اللي عاوز يخس في الصيام، اللي هو عنده اوفر ويت وعاوز ينزل شويه في الصيام، يقدر يعتمد على طبق زي ده. الطبق زي ده مشبع مشبع لانه فيه مكونات كتير قوي، وكمان وحجمه كبير، يعني تقدر تعتمد عليه الطبق ده للناس اللي هم عاوزين يعبي المعده. بنكرر تاني وبنعيد تاني للساده المشاهدين ان انت تقدر تخس من خلال الطبق ده.
تقدر تخص من خلال الوصفات اللي احنا بنقدمها لك. السلطه اليوناني ما فيها الجبنه، فيها الزيتون، نعيد تاني، فيها الخس بجميع اشكاله. انت ممكن تشيل مكون وتحط مكون على حسب انت راحتك، على حسب انت متقبل ايه او انت بتحب تاكل ايه. فينا نشيل مكون من المكونات ونضيف مكون من المكونات. لو كنت انت بتحب تاكل باسلوب معين، تضيف لها الجرجير، تضيف لها الخبز، تضيف لها الفلفل الالوان، كل ده كمان هيفيد، وكمان هيديك طاقة إيجابية صحية. أكيد بعد صح. يوم صيام طويل يديك طاقة إيجابية صحية، تحس إن أنت بتاكل مفيش مضاعفات بتحصل لك بعد الفطار، بعد ما تحس إن أنت خفيف، تقدر لو عندك شغل بعد الفطار تقدر تشتغل تاني ساعة ساعتين، لأن طبق مش مليان بالدهون ولا بالكوليسترول. شكرا شيف على تحضيرك اللي هي سلطة الفيتا أو السلطة اليونانية كما تسمى، اللي مكوناتها موجودة في كل منزل وسهل تحضيرها في أقل وقت يعني. بشكرك إيمان على المعلومات اللي انت اديتها لنا، أنا استفدت ورب الشهد المشاهدين يكونوا استفادوا كمان. إن شاء الله يكونوا استفادوا، وإن شاء الله كل وصفاتنا اللي احنا بنقدمها في برنامج عليكم بالعافية تكون بتفيد مشاهدينا يا رب. وبهذا مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم في حلقات وصفات صحية في برنامجكم عليكم بالعافية.